مساء الخير على كل بيشوفونا في فقرتنا حياتنا. هيكون معاكم ريم النمر وآلاء فرحات. ازيك يا آلاء؟ ازيك كريم؟ بناء على اسم فقرتنا حياتنا هنتكلم فيها عن كل حاجه بتقابلنا في حياتنا وعن اي موضوع مهم بنتعرض له، وكمان هنعرف مع بعض معلومات جديده وابتكارات مختلفه، وهنعرف ازاي نحل المشاكل اللي بتواجهنا ونتفاداها. وموضوع حلقتنا النهارده عن الخرافات المصريه اللي لسه في ناس بتصدقها لحد دلوقتي، وكمان العادات والتقاليد المنتشره جدا اللي لغايه دلوقتي في ناس بتؤمن بيها، ده غير طبعا الامثال الشعبيه اللي منتشره اللي هنعرف اصلها وفصلها مع بعض. واول خرافه معانا وهي خرافه الشبشب المقلوب. ما تقلبش الشبشب عشان خاطر هجيب الفقر، ما تقلبش الشبشب عشان خاطر ده في وش ربنا وكده حرام، وهو حقيقي لا حرام ولا هجيب الفقر. معانا خرافه تانيه وهي المقص بالليل. ما تقصش بالليل علشان ده بيجيب الفقر، ما تقصيش شعرك بالليل علشان شعرك مش هيطول، وده صراحه كلام مش حقيقي. والخرافه الجديده لاول مره اسمعها يا ريم هي خرافه ان اللاعب اللي يكلم مامته قبل الماتش يكسب، وطبعا لو كلم مراته بيخسر، واحنا وشنا حلو عليهم جدا. عندنا خرافه تانية وهي الصندل. لما نبقى ماشيين وبنلاقي صندل متعلق على اي باب عربيه او اي باب بيت، وده ليه؟ علشان بيمنع الحسد عن الواحد، وبيمنع برضو العين، وده طبعا كلام مش صح. حقيقي فعلا كلام مش صح. الخرافة بقى اللي خاف منها أجيال وأجيال هي خرافة أبو رجل مسلوخة. لو ما سمعتيش الكلام هجيب لك أبو رجل مسلوخة. الصراحة أنا مش عارفة إحنا ليه بنخاف من أبو رجل مسلوخة، لو إننا المفروض نخاف من اللي سلخ رجل أبو رجل مسلوخة، يعني ليه بنخاف من أبو رجل مسلوخة نفسه؟ مش عارفة الصراحة. وخرافة تانية وهي إن لما يضيع منك حاجة اقعد عقدة وارميها في المكان اللي ضاعت منك فيه، وبعد شوية هتلاقيها، وده طبعا مش صح. لو ان في احاديث كتير ممكن نقولها وتسهل علينا كل الكلام ده. عندنا خرافه تانية وهي رفه العين. لو عيني اليمين هي اللي رفت تبقى كده هتحصل حاجه كويسه وخير ليا، لكن لو عيني الشمال هي اللي رفت يبقى كده مصيبه كبيره وربنا يستر، وطبعا ده كلام مش صح. لان ممكن يكون فيها ميكروب او يكون فيها حاجه تعباك، فما بتحكمش عليها بان هي حاجه وحشه هتحصل. في خرافه تانية وهي امسك الخشب. امسك الخشب بقى دي يا ريم خرافة من أيام المصريين القدماء، كانوا بيصدقوا إن الأشجار بتسكنها أرواح طيبة، وكانوا بيأمنوا إن هي هتمنحهم من أي شر، فعشان كده قالوا امسك الخشب. وهنتكلم عن موضوع حلقتنا الثاني وهو العادات والتقاليد. أول عادة معانا ودي عادة دايما بنعملها لما يتولد مولود جديد في اليوم السابع من ولادته، دق الهون والغربال، ودي عادة جابت أكتر من نص أطفال مصر ارتجاج. غير كده في عادة تانية وهي لما بنبقى ضيوف عند أي حد ونسيب آخر حبة في كوباية العصير أو الشاي أو أي حاجة، وتقولك لأ كملي الكوباية عشان أنا عندي بنات هتبور، وده طبعا كلام مش صح. كله كلام مش صح حقيقي. والعادة التالتة وهي عادة ست البيت المصرية، لما تيجي تعمل الملوخية لازم تشهق الشهقة عشان الطشة تطلع صح. ماما بتعملها من غير طشه، من غير طشه. في حاجه كمان وهي البومه او الغراب. لما بنشوف البومه نقول يا ساتر يا رب حاجه هتحصل النهارده، ودي كده حاجه مش كويسه ورمز للتشاؤم. لو ان الاء البومه هي شكلها حلو وعندنا عاده جديده برضو طلعت بقى لها شويه، هي عاده عقده الخواجه. لو شفنا حد اجنبي بيعمل الحاجه بنعظمها، ولو شفنا نفس الحد المصري يا اللي بيعمله ده. مثلا لو في راجل بيسوق عجلة كل يوم الصبح، فهنقول قد ايه ده نشيط، قد ايه ده رياضي. ولو ان لو الراجل ده مصري هنقول عليه التفاهة دي، الهيافة دي جدا. وخلينا ننتقل لموضوع حلقتنا الثالث وهو الامثال الشعبية. كتير مننا سمع مثل اللي هو دخول الحمام مش زي خروجه. عايزين نعرف ليه المثل ده، ايه اصله او ايه فصله. زمان كان في واحد تركي افتتح حمام، وكان بيقول للناس الدخول في الحمام ده مجانا، فكل الناس دخلت عادي جدا الحمام، بس هما بيدخلوا كان بيحتفظ على ملابسهم، فهم خارجين كانوا بيبقوا عايزين ياخدوا ملابسهم، فبيقول لهم لا انتوا لازم تدفعوا نقود ماليه. فقالوا له طب انت قلت الدخول مجانا، راح قال لهم لا دخول الحمام زي خروجه. ومن هنا جت المقوله والمثل بتاع دخول الحمام زي خروجه، والمقوله اللي دايما بنسمعها كلنا في اي شغل وفي اي تعليم، ده عدى بالكوسه ده نجح بالكوسه.
قول حقيقة الكوسة دي إن أيام المماليك كانوا بيقفلوا أسوار المدينة في وقت وما بيمنعوا من يمنعوا التجار معلش عفوا ويمنعوا التجار من دخولها بالليل، فكانت الكوسة هي أكتر تجارة كانت بتفسد بسرعة، فعشان أي حد يعدي كان بيقول أنا معايا كوسة، ومن هنا جت بالكوسة. في مثل تاني وبيقول الحيطان ليها ودان. المثل ده كان جاي من ملكة بريطانية كانت بتبني قصورها، فكانت في كل حيطة بتحط فيها أدوات تصنت علشان تشوف العمال بيقولوا إيه، وفي كل حتة يعني بتتصنت عليها، وبتفاجئوا من هي عارفة كل حاجة. فجي وزير حكومتها في مرة وقال لهم يا جماعة خلي بالكم علشان هي حتى أدوات تصنت والحيطان ليها ودان، فمن هنا جت المثل بتاع الحيطان ليها ودان. وسمعتي بقى اللي ما يعرفش يقول عدس، دي قصة. لا عرفيني بقى. كان في زمان تاجر بيبيع بكليات، فجي حرامي دخل وسرق فلوس من معاه وطلع يجري والتاجر جري وراه، فأثناء ما الحرامي بيجري وقع في شوال عدس، فالعدس طلع في وقع في الأرض، فالناس كلها بصت هو ده هو بيجري وراه عشان خاطر شوية عدس، فهو التاجر سامحهم وراح رد عليهم وقال اللي ما يعرفش يقول عدس. وعندنا مثل تاني وهو احنا دافنينه سوا. ايه احنا دافنينه سوا ده؟ كان في زمان تاجرين كانوا بيحملوا التجارة بتاعتهم اللي هي الزيت على حمار، ففي يوم الحمار ده مات، راحوا قالوا خلاص احنا هندفنه، وعملوا حيلة كده على المصريين وقالوا احنا هندفن الحمار ده ونحط مكانه مقام علشان الناس تيجي تقدم قرابين وهدايا وبالتالي التجارة بتاعتهم ما توقفش. ففي يوم واحد من التاجرين راح سرق القرابين والهدايا دي، فالتاني عرف فراح قال له انت ليه سرقت الحاجات دي، انا هشتكيك للحكومة يعني وكده. راح قال له تشتكيني ايه ومقام ايه اساسا، ده احنا دافنينه سوا. ومن هنا جت المثل بتاع احنا دافنينه سوا. ما ننساش برضه يا ريم ان في ناس بتقول امثال غلط، ودي يعني حاجه مش كويسه. يعني مثلا يقول تور الله في برسيمه، ودي حاجه غلط جدا جدا جدا. يعني ايه جداً تور الله في برسيمه؟ تور لاهي في برسيمه، يعني التور ملهي في اكل البرسيم بتاعه بس مش اكتر. وفي برضه مثل تاني وهو المتعوس متعوس، ولو علقوه على راسه فانوس. كان في اخين زمان، واحد غني وواحد فقير. اللي غني ده كان عايز يساعد الفقير، وكان قال له يا اخويا تعالى هقابلك في المكان الفلاني، بس حط له في الطريق اللي اخوه كان جاي فيه صوره من الدنانير على اساس ان هي واقعه علشان اخوه الفقير لما يجي يلاقيها، فبالتالي ما يتحركش ان اخوه الغني اداه فلوس. فراح قال له يلا تعالى دلوقتي انا مستنيك. فراح الغني كلم الفقير بيقول له انت فين دلوقتي انا مستنيك. راح الفقير قال له انا جاي لك في الطريق، بس وانا جاي لك في الطريق هبقى مغمض عيني. فمن هنا اخوه الغني قال له المتعوس متعوس، ولو علقه على راسه فانوس. وفي بتاعت بنها، اول محطه بعد القاهره هي بنها، فكان كل اللي يجي يركب كان ما كانوش بيدفعوا فلوس لو هم نازلين بنها. من هنا بقى جت عامل نفسه من بنها، اي حد رايح محافظه بعيده يقول انا انا من بنها. جت بقى هنا ايه بنها. ودي كانت نبذه مختصره عن موضوعاتنا النهارده، وهي العادات والتقاليد والخرافات وكمان الامثال الشعبيه. ان شاء الله استنونا في موضوعات جديده مع فقره جديده معاكم ريم النم وآلاء فرحات. الى اللقاء.